السلام عليكم ورحمة الله، معاكم محمد سامي. كلام النهاردة هيكون عن أفكار إعادة التدوير. إعادة التدوير من الأفكار الجميلة جدا، واللي من خلالها بنوظف الحاجات اللي عندنا المهملة، الحاجات اللي بنرميها أصلا وبنستغلها في صناعة حاجات كتير جدا مفيدة في حياتنا. أشهر طبعا الحاجات اللي بنستخدمها في إعادة التدوير هي الورق، مخلفات الورق. كل يوم عندنا في ورق بنقطعه، وفي ورق بيترمي، ورق جرايد أو ورق كراسات قديمة، كل دي حاجات بنستهلكها وبنرميها. فبدل ما بنرميها احنا بنعالجها. ومن اشهر طبعا استخدامات الورق او مخلفات الورق هي عجينة الورق. ممكن بقى حضرتك تقيس حاجة كتير جدا جدا في افكار اعادة التدوير، عبوات قديمة، نشارة خشب، ورق، حاجة كتير الحقيقة ممكن تدخل في افكار اعادة التدوير. بدل ما ارميها استفيد بيها، صح ولا ايه؟ وبما اننا واقفين على السطح، فأحب أقول لكم إن أشهر حاجة ممكن نستخدمها في إعادة التدوير، أفكار إعادة التدوير، هي البراميل القديمة. اشمعنى البراميل القديمة؟ عشان هنزرع فيها، هنجمل السطح بتاع البيت ونحط فيه زرع بس من خلال استخدام البراميل القديمة. الفكرة بمنتهى البساطة إن إحنا هنجيب براميل، يفضل طبعا تكون براميل صاج أو براميل بلاستيك المتاح عند حضراتكم أو اللي تعرفوا توفروه. البراميل بنجيبه وبنقسمه نصين سواء بالطول أو بالعرض وبنزرع فيه. طبعا لو قطعناه بالعرض بيكون مساحة البراميل أكبر، ممكن نزرع فيها حاجات كتير جدا. مثلا ممكن نزرع فيها نعناع لأنه بيحتاج مساحة كبيرة شوية عشان يفرد النعناع، ممكن نزرع فيها بقدونس، ممكن نزرع فيها طماطم، شبت، او ان احنا نقطعه بالطول فنعمله مثلا كما لو كان اسطوانات صغيره نزرع فيها حاجات برضو زي ورد بلدي او العطر او اي زرع ممكن نزرعه تاني. يعني الحقيقه من الافكار الحلوه جدا واللي بتفرق جدا جدا مع السطح، بتخلي شكل السطح جميل جدا. كمان اقدر اغير لونها ان انا ادهنها بالوان بلاستيك او ارشها بالوان دوجو تكون شكلها جميل جدا. ادي بقى الوان مختلفه، احمر وازرق واصفر للاحواض الزرع دي، وازرع فيها بشكل جميل جدا، هتنفعني جدا. هوري لحضراتكم صور لافكار احنا نفذناها هنا على السطح من افكار اعاده التدوير الخاصه بالبراميل، ووظفناها ازاي، وهتعجب حضراتكم ان شاء الله. يلا بينا نشوف. ده مثلا شكل برميل احنا قصيناه، يعني خدناه من النص كده زي ما حضراتكم شايفين، شكله جميل جدا، ودهناه باللون الازرق، او هو يمكن كان لونه ازرق لكن شكله جميل جدا. واستغلنا فيه ان احنا حطينا فيه شجره، يعني ممكن تبقى كبيره شويه لان هو مساحه الحوض كمان كبيره، فاعتقد شكلها جميل جدا. يعني دي طريقه. الطريقه الثانيه ان احنا نقطع البرميل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وبكده يبقى انا استغليت البرميل وحطيت فيه كميه كبيره من التربه، وطبعا هيكون مناسب جدا جدا للنباتات اللي محتاجه مساحات كبيره عشان تفرش وتمتد في التربه زي النعناع او الزهور اللي حضراتكم شايفينها. اتمنى حضراتكم تجربوا طريقه اعاده التدوير الخاصه بالبراميل، سواء براميل بلاستيك او براميل صاج، هتعجب حضراتكم جدا وهيكون شكلها جميل جدا على السطح. في نهايه حلقتنا اتمنى الحلقه تكون كانت مفيده لحضراتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقات الجايه. سلام عليكم.